السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم درسنا إن شاء الله جزء من سورة مريم، يتحدث عن دعوة سيدنا إبراهيم لأبيه. سيدنا إبراهيم من الأنبياء الذي أرسلهم الله سبحانه وتعالى إلى قومه ليدعوهم إلى عبادة الله سبحانه وتعالى وترك عبادة الأصنام. عندما بدأ دعوته بدأ يدعو أبيه إلى ترك عبادة الأصنام خوفا على أبيه من عذاب جهنم، فكان يقول لأبيه أن يترك عبادة الأصنام التي لا تضر ولا تنفع وأن يعبد الله تعالى. كان والده يقول له أنه لن يترك عبادة الأصنام ويستمع إلى من أصغر منه سنا، وكان سيدنا إبراهيم يقول لأبيه أنا أصغر منك سنا لكن الله سبحانه وتعالى آتاني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا. يقول له أن رب العالمين آتاه من العلم شيئا كثيرا، فيطلب من أبيه أن يتبعه حتى يهديه إلى الصراط السوي، إلى الطريق الصحيح، إلى الطريق المستقيم. والطريق المستقيم لا يأتي إلا بتوحيد الله سبحانه وتعالى، إذ قال تعالى واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا إذ قال لأبيه يا أبت لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. يقول له أترك عبادة الأصنام التي لا تسمع ولا تبصر ولا تغني عنك شيئا، لا تغني عنك شيئا، لا تقدم لك نفعا ولا يدفع عنك ضرا. النفع والضر هو بيد الله سبحانه وتعالى. يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا. كما قلنا أن سيدنا إبراهيم قال لأبيه أن الله سبحانه وتعالى آتاه من العلم ما لم يأتي غيره، فإذا اتبعه أباه سيهديه إلى الصراط السوية. الصراط السوية هو الطريق المستقيم، والطريق المستقيم لا يكون إلا بتوحيد الله عز وجل. يا أبت لا تعبد الشيطان، هنا يؤكد أنه لا تعبد الشيطان، إن الشيطان كان للرحمن عصيا. الشيطان لا يدعو الإنسان إلا إلى ترك عبادة الله سبحانه وتعالى، والشيطان لا يؤمر الإنسان إلا بمعصية، فلذلك نهى سيدنا إبراهيم أباه من أن يعبد الشيطان، ولا تكن للشيطان وليا، وليا تابعا وعونا للشيطان. يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. قال له أنه يا أبت أخاف عليك أن تتبع الشيطان، فاتباع الشيطان يؤدي إلى أن يمسك العذاب من الله سبحانه وتعالى، فاتبعني حتى لا يمسك العذاب من الله سبحانه وتعالى. اختار الله سبحانه وتعالى سيدنا إبراهيم ليكون نبيا لأن سيدنا إبراهيم كانت من صفاته أنه صادقا في جميع أقوالهم وأفعاله، ودعا أبيه إلى توحيد الله، ترك عبادة الأصنام، والتحذير من اتباع الشيطان. كما قلنا الأسلوب الذي اتبعه سيدنا إبراهيم في دعوته لأبيه هو أسلوب المحاورة والسؤال، وكان يدعوه بلطف ولين ورحمة، ونهى أباه عن عبادة الشيطان لأن الشيطان لا يأمرنا إلا بالمعصية. لماذا دعا أباه إلى ترك عبادة الأصنام؟ كما قلنا لأنها عاجزة لا تضر ولا تنفع ولا تبصر. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.